اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. طبعا انتوا عارفين النهارده انا جبت لكم مين معايا؟ كوكي مونستر. واكيد طبعا جعان جدا جدا. ايوه انا جعان، انا على طول جعان، والنهارده عشان انا جعان جبت لكم لعبه مخصوص للاكل. هنعمل همبرجر بنفسنا بالصلصال. ايوه هنعمل همبرجر بنفسنا. اللعبه دي طبعا الاكل ده ما بيتاكلش، بس هنقعد نعمله بقى مع بعض، وهنعمل بقى نشوف الكالوريز بتاعه الهمبرجر، ونقعد نلعب بقى اللعبه الكتير قوي دي عشان انتوا عارفين انا على طول جعان جعان جعان. حاضر يا كوكي مونستر، متقلقش هنعملك وجبه الهمبرجر الفظيعه بالصلصال. باللعبه دي نفتح نشوف المكونات بتاعتها مع بعض، بكده نقعد بقى ناكلك زي ما انت عايز. ايه رايك؟ مبسوط؟ بس كوكي مونستر يعني من الفرحه جاله حول. مبسوط قوي، اكتر حاجه بحبها ان انا اكل همبرجر. اوكي كوكي مونستر، حاضر اكليني بقى اكليني، يلا يلا عشان انا حاسس ان انا مش كويس طول ما انت مفتحتيش اللعبه. حاضر يا كوكي مونستر، اصبر عليا. طيب اقول للناس، انا بقول لك اكليني، انا عايزك تاكليني دلوقتي، انا عايز اكل همبرجر. يعني كوكي مونستر هيجيله هارت اتاك. حاضر كوكي مونستر، طبعا اذنك بس كده شويه عشان نفتح بقى العلبه. لا انا عايزك تاكليني دلوقتي. يو يا كوكي مونستر، طب حاسب بس شويه عشان اوري الناس اللعبه. لا انا عايزك تفتح اللعبه دلوقتي، عايزك تفتح اللعبه دلوقتي 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 دلوقتي. حاضر يا كوكي مونستر، حاسب بقى، حاسب لو سمحت، حاسب. يو عليك، حاسب يا كوكي مونستر عشان افتح لهم اللعبه واوريهم بقى انا جبت ايه النهارده. بصوا بقى يا اصحابي، جبت لكم لعبه جديده من بلاي دو، هنعمل برجر باربيكيو برجر بارتي، وهنعمل ايه حاجات جامده جدا جدا جدا. بصوا بقى، هنعمل هوت دوغ سوسيس، وهنعمل همبرجر والعيش، كل ده في الايه، في لعبه الايه بالصلصال، هنعمله بقى مع بعض. بصوا شكلها لعبه ازاي، نحط بقى الجبنه، ونحط فرايز، ونحط اونيون رينجز. الله، هنعمل الحاجات دي كلها بصل، وهنعمل الخس والجبنه، ونحط عليه كمان مشروم لو احنا عايزين. كل ده في اللعبه الجميله قوي بتاعه النهارده. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج على المحتويات بتاعتها، ونشوف نقدر ازاي ان احنا نعمل همبرجر رهيب قوي ده اللي كوكي مونستر كان هيتجنن عليه وما كانش عايز يخلينا ان احنا ايه نفتحه. نفتح بقى كده من فوق. اوكي اللزق ده لزق قوي، مش عارفه افتحه اهو. كده فتحته. اوكي بحاول افتح كل اللزق، اللزق الرخم ده زي كوكي مونستر بالظبط اهو. طلعت بقى، ايه ده، الله. بصوا هنا بقى ممكن احنا نشكل عليه صلصال زي ما احنا عايزين، ونعمل بقى حلقات البصل والخس والجبنه والطماطم. ممكن نعمل ده شكل البيتزا ده ولا ايه؟ الله، بص حاجات شكلها جميل، عشان نعمل بقى حفله باربيكيو جامده قوي في البيت ونعزم الناس كلها. ودي شكل الدونتس، وده الخاص اللي بقول لكم عليه. نفتح بقى العلبه كده ونلاقي جوه بقى دي الاماكن اللي احنا بتتشكل على شكل المشروم والسوسيس والعيش والهمبرجر والجبنه. الله، دي حاجات شكلها حلو قوي قوي قوي. اوكي دي اول كده حاجه معايا. تعالى نشوف ايه تاني في محتويات اللعبه. الله، بصوا نفتحها بقى كده، نطلع بقى الحاجة اللي فيها. واو، بصوا دي كلها حاجات بتساعدني ان انا اشكل الصلصال. وهنا بقى دي عشان اقدر ان انا اقلب الهمبرجر بتاعي وهو على الشواية في حفلة الباربيكيو بتاعتي. وهنا بقى معايا كمان اطباق. الله، بصوا بقى اصحابنا هينبسطوا جدا اول لما يجولنا. ممكن ده طبق الاثنين، بس ممكن نجيب اطباق اكتر، ونعزم بقى اصحابنا كلهم، وناكلهم بقى الهمبرجر والسوسيس اللي احنا هنعملهم بايدينا. وهنا بقى دي علب صلصال مختلفه، الوان بقى مختلفه طبعا عشان نكفي كل الايه الحاجات اللي معانا. ودي بقى اللي بضغط بحط فيها الصلصال جوه، وبنقي الشكل اللي يعجبني، وجاي طلع لي الصلصال على الشكل ده. الله، دي شكلها فعلا جامد قوي. ممكن نضغط بقى كده، وجاي دايسين كده، وجاي مطلع لي الصلصال. اوكي هنا بقى فيه اللون الاحمر واللون الايه الاصفر. واو، بصوا اهو طلعت بقى كده الاثنين. بصوا بقى اللون الاحمر الفظيع يجنن. طبعا ممكن نعمل بيه بقى الطماطم بتاعت اللي نحطها في الهمبرجر او الكاتشب. وهنا بقى اللون الايه الاصفر، كنا هنعمل بقى بيه المستردة او المايونيز.
ومعايا بقى كمان ايه اللي هو دول الوان تانية. بصوا ده اللون البني الغامق عشان الهامبرجر، بني الفاتح عشان العيش، واللون الاخضر بقى عشان الخس عشان يدي بقى طعم حلو قوي للساندويتش بتاعي. وهنا بصوا بقى الايه الصلصال الفاتح اللي هو لونه ده عشان العيش، اوكي. وهنا بقى ده الايه الصلصال الغامق عشان الهامبرجر. اوه ده اكيد شكله هيكون اكل بقى ديليشس وطعمه حلو جدا جدا جدا. واكيد طبعا كوكي مونستر هيفرح قوي، ولا ايه رايك يا كوكي مونستر في اللعبه الكبيره قوي دي؟ عجبتك؟ انا طبعا عارفه ان انت هتموت من الجوع، صح ولا ايه؟ تعالى قول لنا يا كوكي مونستر ايه رايك. اهو كوكي مونستر قاعد هناك اهو. ها ايه رايك يا كوكي مونستر، عجبك اللعبه الفظيعه دي؟ اتمنى ان هي تكون عجبتك، واتمنى ان هي تكون عجبتكم يا اصحابي. بليز بقول لي رايكم بقى فيها في الكومنتات، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.